طبعا الانحراف أتى من بعد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. هذا الانحراف تدرج. الأخوة الشيعة يرون أن الانحراف تام بعد نعم النبي، والباحثون السنة الأحرار لا، يعني مثلي أزعم أني سني حر، يرى أن الانحراف بدأ متدرجا. كيف؟ يعني بمعنى ماشي، تركت الوصية لكن بدأ في الجملة ليس هناك جبروت كما في عهد معاوية، لا يلعن أهل البيت على المنابر، العطاء كان متساوي في عهد أبي بكر، العطاء بين المسلمين، التركيز على المرتدين، على فارس، على الروم، يعني معقولة. في عهد عثمان، في عهد عمر أضيفت التمايز في العطاء، توسع في العقوبات. صحيح. هذا التمايز في العطاء أعطى طبقية، مثل اليوم لو فيه رواتب، ميز الناس الآن على الآن لو فيه معلمين، نعم، أول ما على كادر معين يقال العتيبي له 6,000 والسبيعي له 5,000 وكذا، تمايز. فتنة. والمالكي يطلع له نعم يمكن ألف ألف نعم تبهذا. فهذه فتنة. عمر عمل هذا العطاء يمكن ما انتبه، جعل القرشي ثم الأنصاري ثم كذا ثم كذا، وكذلك أمهات المؤمنين، جعل لعائشة وحفصة 12,000 والبقية من 6,000. إذن تمايز، هذا فتنة، هذا من نعم الفتن اللي نعم أتت. كان المساواة في العطاء في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وفي علي أعاده. نعم. في عهد عثمان تمت إضافة من هذه الإضافات، وهي حصر الأموال في بني أمية وليست صحيح فقط قريش، بني مروان والتوسع فيها والولايات وكذا، إلى أن جرت الفتنة وقتل عثمان. في عهد الإمام علي أراد إعادة ما أمكن إعادته. الأنصار طبعا من عهد أبي بكر وعمر وعثمان، الأنصار لم يشاركوا في الحياة السياسية. فوجدنا طبعا بعض الأخوة يحتج أن واحد صغير كان يكتب الخراج ولا كذا، لا، الممثلين أبو أيوب الأنصاري، قيس بن سعد بن عبادة، الكبار. أي ليس أن تجد أنصاريا غلاما أنصاريا تقول يكتب الرسالة فقد استخدم الأنصار. فاليوم في الحكومات العربية نعرف أحيانا بعض البلدان قد يقال هذا ليس ممثله، هذه الطائفة ليس ممثله، لابد من يمثلها. مثلا لبنان أكبر نموذج. نعم. قد تجد لو ولي أناس لا يمثلون حزب الله وأمل، ما 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 اعتروا، ولا سيجدون وزراء من الجنوب تماما. وكذلك السنة لو ما في ميقاتي وأمثاله لا، ما تستطيع تأخذ بهذا كلام بأي سنة. فالأنصار وجدوا يعني إخصاء في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، أعادهم الإمام علي الواجهة. وجدنا أبا أيوب الأنصاري يعود من جديد، كنا قد نسيناه، سمعنا في عهد النبي في عهد الإمام علي كنا قد نسيناه، ولاه على الكوفة. خزيمة بن ثابت الأنصاري، قيس بن سعد الأنصاري، سهل بن حنيف الأنصاري، كلهم بدريون هؤلاء. نعم. بدريون. نعم. النعمان بن عجلان الزرق الأنصاري، قرظة بن كعب الأنصاري، هؤلاء خاصة مثل قيس بن سعد بن عبادة، زعيم بيت يعني زعيم بيت. فهو لما يعني يولى على مصر ليس أي أيضا أبو أيوب الأنصار اللي نزل في دارها النبي. نعم. أين هؤلاء في عهد أبي بكر؟ لا تجد لهم خبرا، انطفأوا دماء. إذن أيوة طبعا بنو هاشم قلنا قليلين، بنو هاشم هي مشكلة، بس الأنصار 5,000 يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام، 5,000، وقريش الطلقاء 2,000 والمهاجرون 700. بنو هاشم قليلين، علي والعباس وأولادهم وعقيل. نعم. إذا لو بمنهج مدني ما له أي دخل بمكانة هؤلاء نقول ما هي مشكلة، بنو هاشم هي مشكلة، لكن 5,000 الأنصار يعني لا يشاركون، وقد وعد أبو بكر في السقيفة نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ثم ما رأينا منهم لا وزيرا ولا مستشارا ولا قائد جيش ولا أمير الشام ولا أمير البصرة ولا أمير الكوفة، البلايات المهمة. أمانة تطرقت قضية السقيفة، السقيفة هل كانت محطة نقطة تحول طبعا كبير؟ لا طبعا، لا يعني من حيث هو هي قريبة فيه شيء. أرأيت القطار عندما يخرج والحافلة من السكة، القطار التشبيه. القطار قريب من السكة، لكن فيما بعد خرج. نتائجه خرج ونتائجه فظيعة. أيوة. نعم. وهذا شبهت الانحراف الذي حدث يوم السقيفة، قلت مثل الليزر. الآن لو تحرف الليزر قليلا يسبب كارثة. لا 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 حبيبي فهمني. نعم. المسافة الآن عندما تحرفه قليلا، نعم، المسافة هنا قليلة بس على المدى البعيد لا تأثير على كبير. المدى البعيد نعم. معاوية اعتمد على السقيفة. نعم. وصى لابنه يزيد قال سنة أبي بكر وعمر، شفت. نعم. الأثر. ووصى واستأثر بالمال لأن عثمان فاضل في العطاء ولأن عمر فاضل في العطاء، وقدم قريشا وأهلك الأنصار لأنهم حرق. فبدأ بالأساسيات التي نعم يمكن بدأت بوادرها، وسب الإمام على المنابر ويعني ارتكب.